سياسيا، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في الحكومة اللبنانية أن قيادات حزب الله لم تعد تشترط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، ذلك في تراجع عن مواقفها السابقة. أضاف المسؤول لوكالة رويترز للأنباء أن حزب الله عدل عن موقفه بسبب مجموعة من الضغوط في بما فيها النزوح الجماعي لأفراد حاضنته الشعبية في الجنوب والضاحية، وتكثيف إسرائيل لعملياتها ضد حزب الله واستهداف أيضا قياداته، إضافة لتصاعد الاعتراضات وذلك من بعض الأطراف السياسية اللبنانية على موقف حزب الله ودعواتها لإصدار قرار ينهي القتال ولا يربط مستقبل لبنان بحرب غزة. أعرب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن دعمه للحراك السياسي الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بري، واصفا إياه بالأخ الأكبر، وشدد على رفض نقاش التفاصيل من غير وقف لإطلاق النار. الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري بعنوانه الأساس وهو وقف إطلاق النار. وعلى كل حال، بعد أن يترسخ موضوع وقف إطلاق النار وتستطيع الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل الأخرى تناقش وتتخذ فيها القرارات بالتعاون. لا تستعجلوا على تفاصيل، والمبدأ لم ينتهي بعد. وقبل وقف إطلاق النار أي نقاش آخر لا محل له بالنسبة إلينا. تم تأمين بدائل في كل المواقع من دون استثناء. ليس لدينا موقع شاغر، كل المواقع مملوءة، وحزب الله يعمل بكامل جهوزيته وانتظامه.